نروح لناقدنا الرياضي الاستاذ محمد مراد من اليوم السابع عشان نساله بقى يطمنا اكتر على منتخب مصر. تحياتي ليك يا استاذ محمد. حبيبي يا كابتن اسامه، وكل سنه وحضرتك طيب وخير، ومبروك على السوبر كاب. الله يبارك فيك، وان شاء الله 2022 تكون سنه سعيده علينا جميعا. قول لي بقى، طمنا على منتخب مصر. يعني كابتن زي ما انت قلت، فعلا المنتخب خلاص يعني داخل على بطوله صعبه جدا، كانت كل الاتجاهات كانت رايحه انها تبقى بطوله للمحليين، لكن خلاص معظم المحترفين هينضموا للمنتخبات، فبالتالي هتبقى بطوله قويه جدا وبطوله صعبه على منتخب مصر تحديدا. المنتخب ان شاء الله يعني هو في راحه، هيبدأ اول حاجه في يوم 30 يوم 31 للتجمع، وبعد كده ياخدوا راحه يوم 1 يناير ويرجعوا تاني للتدريبات، يوم ان شاء الله يوم 7 يناير في مدينه غرور الكاميرونيه. كابتن احنا عندنا مجموعات زي ما انت قلت يا كابتن اسامه، نيجيريا وغينيا بيساو والسودان. هنبتدي نيجيريا وغينيا يوم 11 ويوم 15 في مدينه غرور، وبعدها هنلاعب السودان في عاصمه الكاميرون ياوندي. يعني هنلعب ماتشين في عاصمه، والماتش الثالث في ياوندي ان شاء الله مع السودان يوم 19. زي ما انت حضرتك عارف طبعا التصفيات اول وثاني بيتاهل ان شاء الله، يعني يتاهل اول مجموعه عشان نبعد عن انتخابات المجموعه اللي بعدنا، الكوت ديفوار او الجزائر ان شاء الله نبعد عن الموضوع ده. لكن طبعا خلينا يعني في البدايات، احنا لسه في البدايات، لسه المنتخب هيعمل ان شاء الله بكره لقائمه المستبعدين. قول لي بقى يا استاذ محمد، ابرز المفاجات في القائمه النهائيه، القائمه اللي هيعلنها كيروش بعد خلاص ساعات قليله، ابرز المفاجات ايه من وجهه نظرك او المعلومات يعني اللي عندك؟ هو كابتن زي ما احنا عرفنا ان الراجل يعني اعلن عن 40 اسم ان شاء الله يبقى الموجود في البطوله، 28 لاعب، وده يعني عدد كويس. يعني لو 23 كنا هنشوف مفاجات كتير جدا كابتن في الاسماء المستبعده، لكن ابرز الاسماء اللي هيتم الاعلان عنها خلال ساعات، يعني خلاص يعني تم الاستقرار بالنسبه كبير على محمد فوزي حارس الاسماعيلي ومحمود جاد حارس سيمب انهم يبقوا بره القايمه. نفس الامر احمد رمضان بيكهام ومحمد فتح الله ومروان داوود ونبيل عماد دونجا ومحمود علاء وامام عاشور ومحمد هاني ومروان حمدي وفي خلاف على مصطفى، لكن خلاص يعني في ابرز الاسماء اللي هيتم استبعادهم كلهم من الاسامي الجديده كابتن. لكن خلص يعني معظم الاسامي الكبيره موجودين مستمرين في القايمه ان شاء الله، ما فيش اي خلاف. يعني كان في منافسه الساعات الاخيره، احمد ياسر ولا احمد كوكا مروان حمدي ولا يعني خلاف على بعض المراكز، لكن خلاص بنسبه كبيره تم الاستقرار على 12 اسم ويتم الاعلان عنهم غدا ان شاء الله، او ان المعسكر يوم 30. فكارلوس كيروش يعني كان ناوي يبتدي المعسكر يوم 27 يجرب بعض اللعيبه الجداد زي محمد فتح الله لاعب المحله، لكن خلاص الراجل استقر ان هو يعلن على القائمه بكره، ويوم 30 يبقى اللعيبه المختارين اللي هم 28 لاعب يبقوا موجودين في المعسكر ان شاء الله. ان شاء الله. محمد صلاح والنني بقى، محمد صلاح عندهم ماتشات يوم 2، محمد صلاح والنني هينضموا للمعسكر يوم 3، صح كده؟ تمام يا كابتن. هم عندهم ماتشات صعبه قوي الاسبوع اللي جاي. يوم 1 يناير ارسنال هيلاعب مانشستر، وليفربول يوم 2 يناير، ماتش برضه هيبقى ماتش اعتقد صعب مع تشيلسي. هيرجعوا ان شاء الله يوم 3 في طياره خاصه، سافروا 7 ويسافروا يوم 7 ان شاء الله، يعني يسافروا يوصلوا القاهره يوم 3 يناير ان شاء الله، ويتضموا للمنتخب على طياره خاصه بالاتفاق بين اتحاد الكوره وبين ان شاء الله الناديين ارسنال وليفربول ان شاء الله يبقوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. استاذ محمد بنشكرك شكرا جزيلا، الاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي باليوم السابع.